حظوظ لكي تفوز بالمقابله. نشاهد مباشره هدف لشبباتنا، شوف مزيان. نعم لا هذا يعني كان لعبه بسيطه، كره بسيطه جدا، تصويبه والهدف. يعني هذا شوف يعني الكتله تاع شبابتنا، نشوفوا حوالي 6-7 لاعبين في منطقه شبيبه القبائل، هذا ما يدل راح تكون فيها ركنيه ثم راسيه عيبوت. هذا مباركي اللي سدد الكرات الثابته دائما في شبيبه القبائل، كره يعني داخل منطقه جزاء تاع شباب شبيبه القبائل، واللاعب عيبود براسه في القائم الاول يعني يقطع مسار الكره. خطا جريش وخطا الحارس. نعم. هدف مقابل هدف.